بعد اتهامه بالخيانة من قبل منتقديه، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون تصف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالأحمق المفيد للرئيس فلاديمير بوتين حيال مقابلته مع الأخير. كارلسون كان قد أعلن عن معارضته للدعم الأمريكي لأوكرانيا، معتبراً أن المدن الأمريكية عانت نتيجة قيام الكونغرس والبيت الأبيض بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لكييف، وقال إنه يسعى لإجراء هذه المقابلة بعد مرور حوالي عامين على الحرب لإعلام الناس والأمريكيين حيال الحرب التي وصفها بأنها أعادت تشكيل العالم بأسره، وأنه لا علم لهم على الإطلاق بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا. هيلاري قالت في مقابلتها مع شبكة MSNBC الأمريكية إن كارلسون يقول أشياء غير صحيحة ويردد مجموعة من أكاذيب بوتين بشأن أوكرانيا، معتبرة أنه ليس هناك سبب لعدم قيام الرئيس الروسي بإجراء مقابلة معه. هذا يظهر لي ما أعتقد أننا جميعاً نعرفه، إنه ما يسمى بالأحمق المفيد. أعني إذا قرأت بالفعل ترجمات لما يقال في وسائل الإعلام الروسية فإنهم يسخرون منه، أعني أنه مثل كلب جرو كما تعلمون بطريقة ما. بعد طرده من العديد من وسائل الأعلام والولايات المتحدة، لن أتفاجأ إذا خرج بعقد مع وسيلة أعلام روسية، لأنه أحمق مفيد. وبينما ينتظر العالم بث المقابلة، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحكومة تتلقى العديد من الطلبات لإجراء مقابلات مع الرئيس، لكنه قبل بإجراء المقابلة مع هذا الصحفي بالذات لأن موقفه مختلف عن وسائل الإعلام الأخرى.